ليه يا زياد؟ ليه تعمل كده؟ من امتى واحنا بنفكر بالطريقة دي ولا ده اسلوبنا؟ وبعدين انا خلاص كنت عاملة له محضر. ليه؟ ليه انت تعرفي حاجة زي دي عن مامتك وانا معرفهاش؟ ليه ما تقوليش في ساعتها؟ ليه اعرف من الغريب؟ عشان اتكسفت. اتكسفت اقولك. وبعدين بقى لما قعدت تدافع عنها وتقول قد ايه كانت بتحب بابا الله يرحمه وكانت مخلصه له، معرفتش انطق، اتخرست، معرفتش افتح بقي. انت مش معايا انها حاجه تكسب برضو؟ احنا من امتى في ما بيننا الكلام ده؟ مش يمكن لو كنت عرفت كنت لحقت الفضيحه دي قبل ما تحصل؟ انا متاكد على فكره الفيديو ده لو ما كانش ظهر انا لو كنت عرفت ولا نيله. وسايباني زي العبيط عمال ادافع عن مامتك بعد اللي عملته؟ ايه ده؟ دي تاني مرة على فكرة أعرف عنك حاجة من نرمين. نرمين؟ نرمين ايه في اللي أنا فيه؟ نرمين ايه؟ ما ترجع لها أحسن يا زياد، ارجع لها بدل ما أنت كل يوم والتاني حاططها لي الجملة المفيدة. على فكرة أنا لا هسمح ولا هتحمل الكلام ده. سامعني ولا مش سامعني؟ كفاية اللي أنا فيه. يونس حبيبي مش عايزه شقاوه جوه عند تيتا، والكلام اللي انا حفظته لك تقوله بالحرف الواحد، فاهم؟ اوكي اوكي حبيبي. يلا حبيبي راح قلبي انا ابني روحي. مامي ممكن هوت سبوت؟ هوت سبوت ايه ونيله ايه؟ وانا مش لسه مجدده لك الباقه؟ خلصتها؟ امسك. بتشرب الانترنت ده بتشفطه؟ حد بعت؟ حد مين؟ لا دي مسج غلط، مسج مبعوته غلط. يلا 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 جوه، يلا هديلك هوت سبوت جوه. يلا هاي ازيك تيتا؟ حبيب تيتا وحشتني يا واد. انت كمان يا تيتا وحشتني قوي. يا روح قلبي يا روح قلبي. طب لما انا وحشك قوي ما بتكلمنيش ليه؟ ولا مامتك منعك عني؟ انا والله العظيم ابدا. طب اسالي، انا بقولك ايه دايما؟ بتقولي لي خلي بابي يوديك لتيتا وهو اللي مش بيرضى. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.